الرحمن الرحيم. المهم انا سميت عبيده، كنت واجد في سلام مدينه الشلا حي الشيخ فطه. المهم ديك القطعه اللي شفتو في الروبورتاج الاخر ديال رضوان شحشاح، ديك القطعه اللي كنت داويتها ولكن الغالب الله مات مسكين. المهم كنطلب من ديك الحقوق الحيوانات بحال هذيك الشوافه تمشي من هنا، وهذيك القطعه اللي كانت قبل ما تموت راه عضاتني من هنا، عضاتني هي دابا داير لها لانكور. المهم كنطلب من انا درتها خير، فاعل خير انا، المهم غير فاعل خير، ما كنحملش نشوف الحيوانات كيتضروا بهذيك الطريقه. عزيزين عليا الناس هذه عليا، ماشي قطعه الاولى، ماشي جوج، ماشي ثلاثه. السلام عليكم، حنا في البرنامج ديال اش واقع. اش نقول لكم، هاد الناس تيديروا واحد الاستطلاعيه على واحد الكهانه، واحد السحاره هي عندنا هنايا دمرات عباد الله. بنادم ولا غادي في الزنقه وتيغوت، غادي في الزنقه ومدمر، غادي في الزنقه ولا اله الا الله، بسبب من؟ بسبب هاد الشوافه. والاغلبيه ديال الناس اللي تيمشيو تيقصدوا هاد الشوافه النساء، 90% ديال العيالات اللي تيمشيو تيقصدوا هاد الشوافه. دابا غير وحده دابا كتعرف على دري كتصاحب معاه ولا علاقه ديال كدا، تتعرفوا دري زويون بخير مدبر على راسه وجاي بروحه هو هذاك، تتمشي عند الشوافه تتقول لها ديري لي الشبه واللبه وصغوب الكلبه وبغيتو هو اللي غادي حفيان عريان تيعرفني غا انا. وراه هادشي هو اللي داير في هاد البلد. الناس مازال متخلفه، الناس مازال مريضه، تتامن بالشعواده.